الفرقة الثانية فرقة الأشاعرة، ومن أخذ بمذهبه يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، تصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما تكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، هذا في من؟ الكفار. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به هو الحق، لكن يمنعهم والعياذ بالله موانع، إما الكبر والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم أو الحسد، هذا يمنعهم. اليهود يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تركوه حسدا يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل، حسدوا بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان.